الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال رئيس غرفة التجارة بغداد فراس الحمداني إن منع استيراد البضائع وعدم وجود دراسة حقيقية لواقع السوق العراقية هما السببان الرئيسان لارتفاع الحاصل بأسعار السلع والمنتجات. وأضاف الحمداني أن تضارب قرارات المسؤولين بمنع الاستيراد ثم السماح به من دون وجود دراسة حقيقية للأمر زاد من أزمة الأسعار. وأكد رئيس غرفة تجارة بغداد أن العراق يفتقر للصناعات الوطنية، وبالتالي فإن منع استيراد السلع من دون دراسة ستؤدي إلى شحة هذه السلع ومن ثم ارتفاع الأسعار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء العراقي أن عدد مشتركي الهاتف النقال في البلاد بلغ أكثر من 39 مليون مشترك خلال عام 2020. قال الجهاز في تقرير له إن الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف بلغت 97.8 هاتفا لكل 100 شخص. أضاف التقرير أن عدد المشتركين لخطوط الهاتف اللاسلكي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بلغ أكثر من 681 ألف مشترك، موضحا أن عدد خطوط الهاتف الثابت في المحافظات العراقية عدا كردستان العراق لعام 2020 بلغ أكثر من 2 مليون خط مقابل أكثر من 2 مليون خط لعام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%. كشف صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان الحالية عن الأموال المصروفة في العام 2021، مؤكدا أن مجموع ما صرف في المحافظات بلغ أكثر من 850 مليار دينار. أوضح الصندوق أن عدد المعاملات المكشوفة في العام 2021 بلغت 45,345 معاملة، وهو ضعف المعاملات التي تم كشفها في العام 2020، وكانت 25,036 معاملة بحسب الصندوق. يذكر أن العراق يعاني أصلا من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه قياسا بعدد المجمعات السكنية، عداوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية. في هذه الأثناء انخفض عجز ميزانية الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2021 بنسبة 87.3% على أساس سنوي. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية عجزا بقيمة 682.42 مليون دينار، ما يعادل 2.26 مليار دولار بالتسعة أشهر المنتهية في 31 من كانون أول 2021. وكان عجز الميزانية في الكويت قد سجل 5.3 مليارات دينار، بما يعادل 17.9 مليار دولار في الفترة المقارنة من السنة المالية 2021-2020. ويرجع المراقبون تحسن أداء ميزانية الكويت إلى دعم ارتفاع أسعار النفط بعد تجاوز سعر البرميل 80 دولارا. ونلقي نظرة إلى أسعار العملات. إلى اللقاء.